مساء الخير ومرحبا بكم في قناتكم الرائعة وفي حصتكم اليومية سيستم ديزاد. سيستم ديزاد اللي تعود بأسبوع جديد في أسبوع جديد بأنيماتر جديد. تصفيقة حرة على عليكم. بزاف ناس سألوا قالوا لي وين كنت. قلت في نهاية الأسبوع الماضي بلي حديت أسبوع إجازة نخلي ليكيب تاعي طاني ميلي إجازة فاكونس صافي بليزير يا خويا. عجبتك إجازة كنت في الخالد كنت ستاندر ستاف تاع عربية وقلت بلي ليكيب تاع سيستم دي زد هي اللي راح تنشط سيستم دي زد باسكو حنا نمنوا بالتداول على السلطه في سيستم دي زد. تداول سيستم دي زد ماشي كيما سيستم توكور. مرحبا بكم معنا اليوم فنانه متالقه الدوفي فنير ديجا في سيستم دي زد ومن بعد ما باش وصل راجا مزيان. تفيقه حاره مرحبا بك في سيستم دي زد. ميرسي دات فوني. Merci à vous, merci pour l'invitation. Je suis très contente d'être ici. On est très content de vous recevoir parce qu'on vous aime beaucoup. Moi, je suis fou de l'équipe TAC, on est TAC, nous deux ans, meuf de RTV. Merci. Révolution, et l'akhiré, et l'akhiré. M'ana kadalik, ajmel dahka fi chamal ifriqi. Ça ne change pas, même la safat al madmar. Hajar Kital. مرحبا بك يا ميرسي سافا اي توا لاباس شتك طاني من سيستم دي زاد ميرسي سي جونتي. هجرتي تاع اون دور دو بلو بو سوغيغ تاع لافريك دو نور راح دير بورتري تاعك راجع مزيان راح تعرف بلوز اون ديتاي على لا كارير تاعك جون كارير مي ريش كارير كومام سافا كي دايره الباز كيما يقولوا لي جون. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ومعنا كذلك محي الدين مدبر. تصفيقه حاره على محي الدين مدبر المستكلف بالوظافيرات تاع المهن والخدمه والامبلوا في سيستم دي زاد. واليوم محي الدين مدبر واش كتبت لنا يا ترى؟ كاين صناعه الجلود اليوم تسمى غادي نعاودوا لي ميتيي توحشتهم والله توحشتهم. كاين تاع اللي عندهم وجههم بالكوير بالكوير نو ما كاش معنا هنا نو نو اه نو ما كاش نو اه داكور توجور دو روتور دو تامن راسك وي نعاودوا نقولوا لتامن راسك راح تعيش به واحد سيمو هذاك السيجور تاع تامن راسك دير 25 ريبورتاج في 2 جور هذا سي سبيسياليست. والضحكه هذه الصفره تاع محمد بنوغاز. تصفيقه حره على محمد بنوغاز. لا كيما قال واحد كيما يقول واحد يعرف عبد الله عندي بروبليم في البول في البول لي بول وي لي بول لا بول لي بول صافا شاب نقول لك شاب يا زيد اسمح لي صافا صافا ولا بس الحمد لله ولا غلا صافا تبا بيان. محمد بنوغاز الشيخ راجا مزيان راح يدير لك كويز ميوزيكال اون فيت راح ما باليش كيف شنو اكزاكتومون باسكو البرانسيب تاع محمد بنوغاز سيك واحد فينا ما على بالوش راح يدير هو ديجا يخرج خرجات واعرين شويه يبان لي يعني. نو مي مازال تزيد تشوف الخرجات تاعه ان شاء الله مي قبل جوستومون اي فوك جو مي بروتيجي اخويا على الافونس ديجا جبت لكم ان بيتي كادو باسكو شفت عندكم بلان دو تخيك بيزار ايسي اه سي جونتي ليتيليتي تاع هاد لو تروك ديجا لا لا ديجا كسيت كنت تجيبي بضاعة خير لا لا راهم جايين لك دراهم ابارامون بزاف دراهم دونك سي ديكوراتيف صح مليح الكادو تحلي تحلي انت انا نحلو باسكو راح نحتاجونا من بعد نخليه لكم دابور سي ديكوراتيف سي الجيريان اي سي ان بوزور ميرسي شكرا مون بالغاردي ان بعد بعد وي دونك انت بوزي كي تحبي تختاري انا دونك نستعملو من بعد نخليه لكم محرز سي الجيريا ماشي خير من البيات عندك الحق صح سي جيب لنا كادو سي جونتي ميرسي بوكو راه مزيان كان ثاني واحد لافير دور بالمهارس سمعتي بها يباريك يبدلوا مهرس بايبيزا اه سا سي بيان دخل دار دوك اسم الحوس عليها هاد لافير هادي دخل في قال لي كاين واحد المهارس تاعنا تاع بكري اللي فيهم واحد البوانسون ولا ما على باليش راهم يبدلوهم كش ما لقاو فيهم ابارامون قال لك تبدل المهارس يعطوك اي فيزا كيما هذوك اللي قال لك تاع وبياسه تاع اللي يديروا في الديور هكذا واش يا جورج قرمود لتويل قال لك يجوزوا به هكذايا في سكانر واحد الوقت كانوا الناس دي موطو ديور على جالها اه وي ما تقوليش برك كيما هذوك كيما لي فواتور دو سونسي يسرقوا لها الزيرو باسكو يخدموا به شي با كوا اي فوالا سي بوتيت سا مي توت اون افير يدور على المهارس وعلى لي زونسيان بياس تاع 100 فرانك اللي فيهم تراكتور هذوك واقيل اللي قال لك راهم يتباعوا 5 ملايين ولا 2 ملايين ولا 3 ملايين لماذا لست ادري ومن بعد يقولوا لنا ابارامون كاين في ليكيب تكنيك اللي على بالهم وعلاش دوك نشوفهم بعدا وعلاش واش حبيت نقول لك راجا مزيان شفتي ديجا سيستم دي زاد وي اه قلت لك بلي
محمد بنغاس واحد اللي كان كويز ميوزيكال دونك بروبوزي لك دي شانسون يعطيك ما كملتلاش وشنو لي بارول يعطيك بليزيور بروبوزيسيون وابارامون لازم تلقاي لا بون ومع لا فام ما تربحي والو داكور معليش وتقدري تضربيه بالمحراس باسكو والله يستاهل يستاهل جو بونس يستاهل تضربيه بالمحراس ميرسي بوكو راجا مزيان شفتي ديجا سيستم دي زاد قصرنا شويه قبل ليميسيون على بالك بلي تبدا بين انت كاع لي زونسيان كانديدا تاع الحنو شباب يغيروا منك ما باسكو حنا كاع لي تيلي تاع العالم يغيروا من لا روبريك تاعنا اللي هي ليماج دي جور تاع اليوم جينجل لا بروميير ايماج دي جور شيخ رجا مزيان عزائنا المتفرجين هذه هي وعندها علاقه بالحياه السياسيه في الجزائر بعد عمر ما 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 تفيق الحرة ألوغ عندك دو شوا رجا مزيان هذه كانت مقتطفات من الحملة الانتخابية في إطار الانتخابات تاع 17 أفريل 2014 ولا مقتطعات من الكليب جديد تاع جعفر القاسم اللي حيخرج هذه الأيامات أنت خيري وحدة فيهم أولا دو ولا لي دو يا ودي أنا ما أنا عجبتني العقلية وخلاص عجبتني العقلية قلب العقلية وخلاص هذه هي كانت هذه لا بروميير إيماج دو جور تاع اليوم لا دوزيام إيماج دو جور سيك لازم إيه لازم بيسك لا كومباني إلكتورال لازم نسيتيو كاع لي كونديدا دونك شكاين لي كونديدا كاين موسى تواتي كاين علي فوزي رباعين عبد العزيز بوتفليقة علي بن فليس رباعين il faut les citer tous les six parce qu'il faut respecter des quotas etc. ولكن كاين لو كانديدا عبد العزيز بوتفليقه هو اللي عنده بزاف لي ريبريزونطون يروحوا يديروا لي ميتينغ ا دروات ا غوش وكاين واحد ثلاثه لازم نشوفوهم دوكا في الصوره الور عمار وعمار لو تريو دو شوك هذا عمار سعيداني عمار غول وعمار بن يونس بارابور لصحابهم الاخرين بارابور لصحابهم الاخرين كاين شويه حقره باسكو بالخادم قدامي بعثوه في الغردايا سلا بعثوا قسنطينه تم يروحوا ليترونجي يديروا لا كومبون سي دونك الى لو ماركيتو واحد اسمه عمار وقت لازم انا في الحومه يعيطوا لي عمار يتحفوا تبعثوني الانجليز هي عمر بزغيش مسكين قاعد لهنا في باريس ما يقدروا يبعثوه فوالا دونك يفوا صابلي عمار باش تروح دير لا كومبون في ليترونجي هذه هي مليحه كانت هذه ليماج دو جور تاع اليوم جينجل كملنا بليماج دو جور تاع اليوم ها نروحوا نشوفوا لو ميتي دو جور تاع اليوم مع محي الدين مدبر جينجل السلام عليكم لي ديزات كما قلنا غادي نعاودوا نسافروا الى مدينه تمنراست هذه المدينه الغنيه يعني بصناعتها التقليديه هذا صح ومن بيت عائله غنيه بالكرونيك تاع محي الدين مدبر اللي خدم الغالب دونك والله شفت لو ماركيت هذا البلد واحد خدم يحاسبوه صحيح محي الدين ومن بيت عائله بن مسعود غادي نتعرفوا مع الحاجه عائشه على كيما قلنا صناعة الجلود نشوفوا هاد لي زيماج السلام عليكم لي ديزات دائما مع الصناعات التقليديه ودائما من مدينه تمنراست غادي نتعرفوا على صناعه الجلود مع السيده عائشه الخير سيده عائشه حاجه كي راكي لاباس الحمد لله دونك الحاجه عائشه تخدم النعالات هادو كيما نعيطوا لهم هنا في الصحراء النعالات هادو اللي كاين بزاف من الناس اللي على بالهم باللي المنتوج هذا ماشي جزائري هو منتوج جزائري اللي غادي نتعرفوا عليه مع السيدة عائشة اللي غادي تعرفنا شوية على الصناعة هذه حاجة نعم. عائشة نعم دونك شنو تقولي لنا على الصناعة هذه جزائرية جاتنا من بلاد واحدة أخرى جزائرية أصيلة هما ليها معروفين جاتنا من جدودنا من جد جدودنا اللي احنا نخدموا هذه الصناعة ما هذه
هذا الجلد اللي انا نشوفه فيه هو جلد تاع البقره. إيه. يعني من بكري امام الجدود كانوا يخدموا بالجلد تاع البقره. نتاع البقره هذا. آه. يعني حاجه انت الصناعه هذه تعلمتيها يعني بالك على الاب تاعك الله يرحمه ولا ما درتيش يعني دراسه ولا؟ الله اكبر ما درنا دراسه عمرنا ما قرينا ما درنا حتى حاجه. حاجة وش رأيك في الصناعة هذه اللي في وقت جدودنا كانت لاباس بها وكانوا الناس عطينها قيمة ودروك في الوقت هذا الناس بزاف هم يحقروا صناعة الجلود؟ نقول لهم خدموا نقول لهم خدموا الصناعة نتاعتكم والصنعة اللي كانوا ماشيين فيها الأولين هي اللي تدوها وما يلزمهاش تموت ولا بد علينا حتى اللي تابعيننا نعلموه لهم باش ما يخلوه باش ما يموت. يعني مام الولاد؟ إيه. يعني وهذه راكي عايشة بها الحاجة؟ إيه. نعم عايشة بها هي. ويطلب جهد كبير. يطلب والله إلا فيها الخدمة فيها الخدمة بالصح زينة 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 خير من هذا. يعني الحاجة هذه كما هذه باريكزوم شحال طلبت لك وقت باش توجد وحدة هذه؟ تطلب وقت تعدلها تغريها تعرف باش واعرة شوف هالشي كامل لبيدي شوف هذا كامل لبيدي كان اللي وحدة نهار تبقى. يعني لو كانت بدي صباح فيها نهار تكمليها تكون واجدة ويعني نقدروا نلبسوها ايه تكمل. حاجة عائشة بارك الله فيك على الاستقبال واللي قبلتي الدعوة تاعنا. احنا اليوم رانا فرحانين لأن أنا معاك ورانا قاعد أنا الروح أني فرحانة بك. الله يحفظك. أني فرحانة بك من اللي راك معايا واليوم عمري أول مرة قعدت أمام الكاميرا هاد المرة قعدت وني جو. ما شاء الله بارك الله فيك الله يعطيك الصحة الحاجة. فوالا لي ديزات كيما شفنا كانت معنا الحاجة عائشة الله يبارك وتعرفنا على صناعة الجلود وصناعات كما قلنا نعالات كما يعيطوا لهم هنايا في الصحراء. جيسبر عجبتكم الحاجة عائشة وعجبتكم الحرفة تاع اليوم. السلام عليكم لي ديزات. فوالا سيتي الحاجة. برافو الحاجة برافو الحاجة الحاجة عائشة وعائلة بن مسعود. دونك فوالا كيما شفنا الحاجة عائشة كيما لي زارتيزون تاعنا لا بلوبار سيك يعني بالوراثة اللي ورثوا هاد الحرف كيما عرفتها هي مع جدها ومع بوها الله يرحمه. دونك يشوفوا هكذا تو فا بيان الحاجة عائشة تخدم دي برودوي تخدم نعالات مخدومين بيان مي مع الاحتكاك مع لي زارتيزون كيما شفنا عبد الله لي ميتي تراديسيونال لي ميتي دارتيزانا كي خدمت مع لي زارتيزون يعني كاين كلمة واحدة اللي تعاود وباش نشوفوا ثاني باللي لي زارتيزون راهم ينقصوا اون الجيري فو دير سكيلوني سورتو ديجا في سيستم فوالا سورتو سو كي تيان الوغ سافوار فير وثاني كي سوات كيما نقولوا حنا باسي لو فلومبو او جون يعني لي جون تاعنا ou les jeunes de nos jours kiff ne s'intéressent pas et ne s'appliquent pas quand il s'agit de métier d'artisanat, métier traditionnel, donc ils préfèrent d'autres tâches, d'autres métiers. بلاش لي جون تاعنا دو نوجور بلا كاع يخدموا في لي بيرو يحبوا يربحوا تو سويت فوالا اكزاكتومون يحبوا يديروا لونساج يحبوا يديروا لونساج مي ميم لي ميتي دارتيزان ولا ميتي تراديسيونيل سي تان ميتي رونتابل كيما شفنا الحاجه عائشه معيشه ولادها وكاع لي زارتيزون اللي شفناهم قالوا الحمد لله سي دي ميتي لاباس بهم. وثاني النقطه الايجابيه سيك بالك يجيبوا لنا ماشي بالك مي يجيبوا لنا توريزم كيما حكينا مع الحاجه عائشه بكري كانوا يجوا عندها دي توريست ويشرو عليها دونك وشي اللي ساهم بالك توريست كوميم واش يدوهم لاكمي دونك نو شي ثاني اللي ساهم بالك في الاقتصاد تاع البلاد دونك لي جون اون كومبرون لي جون يعني اللي ما عرفوش لي ميتي هادو دارتيزانا ميتي تراديسيونيل فاميلتهم بالك لي بوه خدم ولي ما خدمت ولا جده ماشي كيما لي جامي عرف وجامي ترعرع مع لو ميتي هذا مي لو جون هذا ماشي لوحده يبارطاج بالك مع لي طا مع لا شومبر دارتيزانا فوالا اكزاكتومون ديزاد تاع الدوله باسكو ديجا دون لو موند اونتي جينيرالمون l'artisanat se transmet difficilement de surtout la génération d'Oka. Oh là là, Rajamzian. Les nouvelles générations, ils abandonnent. Ils abandonnent, oui. Parce qu'ils travaillent, ils font des études supérieures, etc. Donc ça devient compliqué. Mais Machi Gabdla, qui chauffe nos voisins toujours, on donne l'exemple à Adam, les Tunisiens ou les Marocains. Parce que c'est une clientèle. Exactement. La clientèle qu'on le fait. Donc parlons de la chambre d'artisanat ou l'État. Donc il faut juste, ma belle échelle, encourager les artisans, chez les Manchoufouches, ou tenir des promotions تاع لي برودوي تاع لي زارتيزون هادو هاد الشيء اللي ما كانش مع الحاجه عائشه واللي طلباته يعني الحاجه عائشه باش تجيب جلد تاع البقره غالي هي تخدم بالجلد تاع البقره غالي اون بليس في الصحراء باش يلحق
كيف كيف ديفيسيلمون لو مونك دو ماتيريال لو مونك دو كونترول ثاني علاش باسكو الحاجه العائشه كي تخدم تبيع لدي كوميرسون هاد لي بسودو كوميرسون دونك يعاودوا البيع بالك يدو واذا كانت مراقبه ولا كانت مراقبه ما عند ليطا دونك سي با لافير ريغلي و فوالا دونك لازم يكون سينو فلافا نقول كيفاش بغينا باش نوترو باي ولي ان باي توريستيك و ليطا كيما نقولوا ما كاش دي انيشياتيف ولا بور رولونسي لي ميتي دارتيزان او لي ميتي تراديسيونيل وي هذا واش انا مركزين على هذا الشيء محمد بونغ برافو راك عاد تعجبني هنا كونتر دونك كيما قلنا لا رارتي دو لا ماتيير بروميير كيما قلنا الجلد تاع البقره اللي تحقها الحاجه عائشه بور لا برودكسيون وثاني لابسونس دو بريز اون شارج سيريوز دو من عند ليطا ce qui nous donne voilà des gens là, enfin ce qui nous donne شغل ما يكونش ديفلوبمون في لو دومين هذا كنت نقول ارتيزانا ولا تراديسيونيل مي كون ميم حاجه عائشه تبقى قدوه ومثل للنساء ولي جون ثاني pour s'orienter vers les formations à dos, les métiers d'artisanat, les métiers traditionnels. Voilà, qui sont enseignés dans les centres de formation professionnelle. Oui, dans certaines régions, partout, mais les métiers traditionnels sont enseignés dans les centres de formation professionnelle, ce qui est une bonne chose. Voilà, ouais. qui est bien. Ouais. فوالا دونك نحيوا الحاجة عائشة وعائلة بن مسعود سيتي تو يعطيك الصحة محي الدين مدبر كان هذا محي الدين من محي الدين مدبر نشوفوا هذا البريمير البوم تاع راجا مسين كير باركور لو دوزيام لا لا قلت لك لو ديرني باش نقول لو دوزيام البوم تاع لو تو نوفو تاع راجا مزيان اللي كوميم 2007 ل 2014 منذ ألحان وشباب c'est une des rares qui a réussi quand même parce que généralement les gens me disent que les albums bzaf non il faut compter la période اللي حبست فيها 2 ans donc moi الحان وشباب j'ai pris شويه du recul c'est d'autant plus difficile oui ça n'a pas été facile باش نقول لك ça n'a pas été facile باش وليت شغل difficilement منا تعرفت بالبيبان بزاف مغلوقين et tout surtout العقليه تاع كوبيناج احمد يعرف محمود ومحمود يعرف حميدة بالك الناس نساوك شويه ثاني باسكو سي ميم با سا سي ميم با سا هنا عنا سيستم ماشي سيستم هذا نو احنا سيستم ديزاد مليح شويه فينا سيستم اللي على بالنا كاع dès que نشوفو une personne طالعه ماشي بهادو ماشي بهادو نروحو tout de suite نجرو pour sa beauté باش نخليو لا بلاص لي كوبين حنا نعيطو له الحفير الحفير لا maintenant je comprends mieux voilà علاش كاين علاش كاين الفوكنا donc الحفير باش نردمو bien sûr et comme je fais partie من الناس الصامتين نمشي بالعقليه تاع الصامت يغلب القبيح non ماشي صامته صادير ما تلقيش C'est bon, je lâche pas. حبست pour moi ماشي باسكو par faiblesse, حبست باش نريح ونعرف وين راني رايحه. Bien sûr. Parce que il y avait beaucoup de trucs bizarres les messadonish. حبست. J'ai pris bien le souffle. De temps de voir d'observer. Et le temps de voir. OK, ولات الحمد لله. Ou je compte pas lâcher. ان شاء الله يا نو سي مادا بينا ما تلاشيش الناس اللي ما يعرفوش شكون هي رجاء مزيان ولا حابين يتعرفوا بلوس اون بريسيزيون على لا كارير تاعها سي تو دو سويت مع هاجر تيتام اجمل ضحكه في شمال افريقيا وقد ما في اوروبا من عندي اليوم من عندي بوكو وبزاف عليا لي كومبليمون على بالك هكذا ما عندكش فيزا ما كاش منها اوكي alors اليوم شد نكاس ما عندوش فيزا finalement شت معليش alors oui اليوم نهضروا على فنانه من بين الفنانين اللي بانوا ولا اللي تالقوا من خلال برامج تلفزيونيه ولا سكون ابل لي زيميسيون دو تيلي كروشي اللي هي رجاء مزيان اوتور كومبوزيتور اي انتربريت اوريجينير دو تلمسات سي اون ديزيت كيما حنايا دونك اللي كانت فينال la première édition de El Hanoua Chabab en 2007. Nous allons voir un petit portrait à la Raja Mzian. On va vous donner juste après. راجا مزيان فنانة جزائرية اللي عرفناها من خلال مشاركتها في لا بروميير إيديسيون دو ألحان وشباب ان 2007. راجا مزيان سي في رماركي بار سون ستيل ان بو بارتيكولي بار رابور اوز اوتر كانديدا. بكبركه
La candidate est même très à l'aise sur scène, شروط اللي خلاوها تلحق حتى نهاية المنافسة اللي جمعتها مع عبد الله الكولد. Après plus de 4 ans d'absence, Raja revient en force sur la scène musicale avec son album Mreiti, sorti en décembre 2012, où il nalqa au fil 12 titres et plusieurs clips originaux, من بينهم sur scène. Clip Révolution. شفناها تاني في عمل مشترك مع فنانين من خلال الكليب الحمد لله ما بقاش استعمار في بلادنا ان كليب رياليزي بار جعفر قاسم pour la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. كانت اهم الاعمال اللي قامت بها رجا مزيان دونك مقبل دغيا على مقبل ما نهضروا على ويش سوريونت عندها فرحه نعم دونك مقبل ما نهضروا على الالبوم مرايتي اللي خرج ان 2012 كان البوم مقبل سي لو بروميير البوم اللي سميتيه نو يحصل عليك سي بوكو بلوس برو beaucoup plus profond que Rzante. Mais il est passé inaperçu. Inaperçu voilà. Parce que déjà suite à une période où j'étais absente, on bad ou lit bhadak l'album, c'était juste pour marquer le point. C'était même pas commercial. C'était Blirani Hna, j'existe. C'était en quelle année? C'était en 2010. Ah, mais à la Coupe du Monde, avec tout le monde, avec Abdurman, tout le monde, j'ai une personne. Je t'ai dit que je ne suis pas dans le business. À la Coupe du Monde, je ne suis pas dans le ballon. Il y avait des chansons de l'Inti qui étaient en train de faire. À part la reprise de Kamel Moussaoudi, il a fait l'hommage de la chanson Hadi et il a fait l'album. D'accord, très bien. Donc, le Jumhur a fait que Khilal Alhan Washabab, vous étiez d'ailleurs finaliste de l'édition 2007 qui m'a fait avec. الكرد عبد الله الكرد دونك لنحيوه سالي دونك انتي كنتي بين لي كانديدا اللي قدرتي ديري البوم قبلهم كامل دونك سي فري كو كونط اون باس دون سو جور ديميسيون لي ديميسيون دو تيلي كروشي سادير rien n'est gagné même quand on arrive à la finale parce que le candidat sera confronté à un autre problème le problème de l'industrie musicale est-ce que vous nous confirmez ça chauffer c'est des choix c'est oui. des choix il faut dire que c'est des choix mais حتى واحد ما يسبها سهله comme on dit revenons برك l'option تاع الحان وشباب et tout خاطر le reste هما كملوا مع la boîte هذيك et tout انا جي كلاكي لي بورت غير خرجت من تما زدت كملت مع la boîte il faut dire بلي هذيك la boîte كانت تجيري le oui la carrière oui oui la carrière bon c'est un peu plus enfin elle gérait les personnes d'accord Donc voilà, Anna, j'ai fait mon chemin wahdi. Alhamdoulillah. La production, c'est-à-dire l'après Alhan Washabab. Et l'histoire tel contre hadi twila wa arida. D'ailleurs, كانوا يوهموا les candidats بلي رانا مسنين على ان contrat حبسنا مع la boîte هذيك. Or que le document هذاك c'était une signature على le programme. D'accord, c'est tout. La boîte privée, c'était juste le programme. Voilà, ok, nous les gens qui ont vraiment le contrat, donc nous sommes tous les gens qui ont dit « Ouais, c'est Star Academy, c'est comme ça, ils signent à Camille, mais ça, il n'y a pas de problème. » Mais le dخل n'est pas comme le خرجة, malheureusement. Le dخل américain ou le خرجة
دونك فوالا كي حبست معاهم اني قلت لك ريحت شويه ومن بعد جي في مون تروك وحدي والحمد لله جوسكا ميتنون ومرايتي سي غراس ا مون ماناجر ديتوكس اللي نسلم عليه aussi وكاين enfin كاين quelques personnes ناس مليح اللي يعرفوا القيمه تاع الارتيست اي justement le retour درتيه sur scène c'était exprès par rapport à ça. Exactement. Je suis de retour. Exactement. Sur scène, qui fait chakaita. La première fois, l'ismat, la prod musicale, c'était de Detox. Qui smatra, ça m'a tout de suite inspirée. Ou smatra par téléphone en plus. D'accord. Et c'était même pas pour moi la chanson. Charles Hagda, Hadin Diha et ma fille Hawelo, Hadi, c'est sur scène, n'aige, sur scène, n'mout. J'ai tout de suite bugué la mélodie. D'accord. Ou voilà, c'est un message à qui fait m'tir. D'accord, voilà. Donc même les clips Leader T. L'album Mraïti, qui a plusieurs clips. D'ailleurs, l'album, il a eu beaucoup de succès. Alhamdoulilah, oui. D'ailleurs, j'étais agréablement surprise par le succès plutôt l'idée. Et même l'étranger, parce que il y a beaucoup de gens... Je n'étais pas à la balle, franchement. Il y a des gens qui sont à l'extérieur, qui t'abouent et tout, qui ont l'air de l'époque de l'Hanou Chabab. Mais ils sont au jdid. حتى نشوف لا باج دي فوا دي كومونتير اي تو دي جون بيان بلاسي تو كبار ماشي قال سي دي زادو ولا سي كاع لي كاتيجوري الحمد لله يا ربي وراحوا شراوه من لي سيرفاس الكترونيك اي تونز صافي ريفيبريشن صافي بليزير دونك في نفس الالبوم سي بو اون شانسون لي اسمها ريفولوشن دايور جوزنا ان بتيت اكستري دونك peut-on considérer Raja Mzian comme étant une artiste engagée. Je le suis. D'accord. Je le suis. Le fait de me trouver louche pour faire un truc, un, comment dire, une tente de maquillage et Hagda ou Hagda ou Habibi ou Habibi ou Habibi ou Habibi, non, c'était pas ça. Donc un artiste, il a des choses à dire pour la société, les HFA. Exactement. Il dit que nous sommes les mêmes que le monde. C'est vrai que le monde est un mesquin déjà. الله يجيب الخير ديجا حنا كبلد كاع نموتوا على بلادنا ايتو بصح مازال واحد ما مثلش الشعب الجزائري احسن تمثيل مازالهم كاع يشوفونا ارهاب مازالهم كاع يشوفونا متخلفين كاع يشوفونا همجيين مالوغوزمون دونك حنا لي زعما فنانين ماذا بينا نهتموا بالقضيه الكبيره اللي هي سافوار كيفاش tu présentes l'image بلي حنا تاني ناس قاريين ومثقفين ونعرفوا واش راه يصرا في العالم. نفكروا برك لي تيلي سبيكتاتور كو راجا مزيان دارت ديجا المسرح لو فات لي دارت المسرح عاونها سور سين دونك شفناها بلوز اليز سور سين كون تيل شانت اي تو و ريسامون كان عندك ان بروجي للاحزان نصيب سي ان فويتون دونك كاين فنانين اللي يقول لك انه لو شونتور المغني جامي يقدر يكون ممثل فوالا. Et le contraire. Un acteur ne peut pas devenir chanteur. Votre avis par rapport à ça? Comme on dit, il y a ce qu'on appelle en arabe فنان شامل. كاين هكا نسمعوا هاد الكلمه نسمعوها بزاف في المشرق يقول لك هذاك فنان شامل سي يكتب يلحن يمثل يانيمي اي في تو كاين سي دي دون كاين ناس يعرفوا سي ليكول امريكان هي اللي هكذا سما تاع الانترتينمنت وين نلقاو بلي سي دي كوميديان ليكول امريكان سي كاريمون اون ريغل الا ما تعرفش تشطح ما تعرفش تكتب وما تعرفش تلحن وما تعرفش تغني وما تعرفش تهدر وما تعرفش تلبس ما عندك اوكين شونس افيك تو سا وكاين ناس مازالهم يغام دونك سيتي كوا هذا الدور في الفيتو هذا الاحزاب في الحق سيتي با لا بروميير بروبوزيسيون جي او بلان دو بروبوزيسيون افون للاحزاب نصيب كل خطره وعلاش جو ريفوزي كل خطره كيفاش مي هاد الخطره جو مسي انغاجي في الاحزان نصيب لو سيناريو اي لي با مال شفت باللي اي لي طون باش ندير حاجه في سينما ولا في كيفاش كان فنانه كيفاش كان مانيش حابه نحرق لو فيلم باسكو مازال ما باش مي جو في دير كوميم سي اون بيرسون نورمال شغل كيما كاع الناس اوردينير مي عندها لو بتي دون هذاك اللي ما كانتش فايقتلو مع الاول تاع الغنايت و انسيت باش ما يزعفش عليا الاخرين تري بيان تري بيان يعطيك الصحه كان ميكانيسيان ولا غني راجا مزيان دو مينوت سمحي هاجر قالوا له برك على لا شونسون اي لونغاجمون شفنا لو كليب هذاك ريفولوسيون اسكي لا ايتي accepté et diffusé normalement par toutes les chaînes algériennes. Est-ce que par exemple, Jazz Télévision, Louatane, la chaîne publique. Ah oui,
Ouais, là. Non, bien sûr que non. Telfeza Louatania, non. Et non, et il ne sera jamais diffusé apparemment. Il a été quand même censuré quelques chaînes, mais Chigaf, Loul, ZRTV, Jouzato, c'est vrai, Mazal Hadjouzo. Chafou, je ne sais pas. De toute façon, même sur Internet, Keynes Bzaf, Smao, Wajibom, Chafou, voilà, ou le Fahmi Fahm. Il y a des gens, Ranaf, Chfnak, Frenetif, dans le cadre du 51e anniversaire, une très belle chanson, une reprise de Hadj Mohamed Lanka. Et chaque fois qu'on reçoit un artiste au système des aides, et notamment en 2014, je ne sais pas si on peut se faire une question est-ce que fait état l'intichabat CSIA? Est-ce que Rajam Zien... Non, mais très fort. Attention. Est-ce que Rajam Zien a été contacté par des partis politiques ou des candidats à l'élection présidentielle pour tel ou tel candidat, etc. Dans une période où les artistes d'Oké sont très, très sollicités. Des parties non parce que j'ai vu le clip تاعي sur le صراحه وباينه بالبند العريض كما on dit mais il y a eu quand même واحد المحاوله جاتني comme ça pour soutenir quelqu'un et voilà je veux juste pas me كيفاش يقول لك ما je suis là pour l'art pas pour la politique d'ailleurs mais n'aimes bien franchement parce que mais il faut qu'un artiste soit au-dessus de tout ça, il y a un effet balle. Parce que je par exemple, dans des pays étrangers, le Malécan notamment, il a fait faire ça, des pays les Karablina, Djanbellora et l'Akhiri, où les artistes s'engagent dans les périodes électorales, mais des candidats, des concerts. Oui, c'est qui m'a dit. شوف دوام الحل من المحل مي سي بور ساك لارتيست لازم يكون فوق هذا الشيء فوق هذا الشيء ما يحبش الحقره ما يحبش الظلم ما يحبش جو سي با كوا الا لازم تكون بوزيتيف كون بوزيتيف وما تدخلش روحك في الخلطه الكحله هذه باسكو tu vas jamais t'en sortir est-ce que Rajam Zien est-ce que عيطوا لك ديري لي كونسير تاع الوانسي الى اخره لي فيستيفال Parlons franchement. Bon, pour l'instant, la disons la période hadi li fatet, ma coach bzaf sur le branche et bzaf les scènes, khatar je viens de finir avec mon truc, le projet hada ta cinéma et tout l'ahzan nasib, sma kunt bzaf dépassé. Mais من بعد شغل كاع c'est la période il y a les élections, منا كل شيء يحبس. عندك مور الفوت مور رمضان ومور العيد عندك والفوتبول مور لا كوب دي مود كل شيء يحبس الا تغني تغرد في الصف اوكي لا تغرد نحو السرب كومون دي تغرب خارج السرب يا خويا بون داكور هاجر peut-être من بين الفنانين اللي شاركوا في d'autres émissions de télé crochet c'est بو حياد زروق est-ce que Raja Mzien ماهيش حابه تشارك في d'autres émissions de télé crochet à l'étranger On a oublié de poser la question. Oui. Vous venez de citer Hayat Zerouk ou qabelha X ou Y ou Z ou wesh ydirou. Ilhqou msakin wesh dembhom c'est le fait d'être algérien. Ah, vous pensez que c'est un handicap pour les télé-réalités orientales Mais si on a l'handicap, c'est-à-dire les Algériens sont mal vus. Habina ou la karana حبينا ولا كاين شي عندي ابصاب دور فيريسانا برك لا خويا ما تدورش فيريسانا شفناها باينين ما تدورش فيريسانا يفو علي دوموندي هاد الناس اللي شاركوا لو كوسي اوكسيدونتال تاعنا اللي خلينا فلوريون من لو بروبليم ما مشينا لا دي اوكسيدونتو ما مشينا دي اوريونتو خاطر ما عرفناش كيفاش نبيعوا سلعتنا ما عرفناش كيفاش نبيعوا فن بالك اون سبيسيفيك وما عندناش ما نقدروش لازم يسمعونا غير لي دي زاد نقعدوا دي زاد بور لانستون باسكو ما راح نفريوها لا هكذا لا هكذا بالك ممكن لازم تغني الراي باش تكسبورتي باسكو سي ديفوني ميوزيك يونيفرسال كيما شفنا لو سوكسي تاع شاب خالد الى اخره سي دي جون كي كوم ام ريوسي في الخارج لا شاب خالد ما تقدرش تكومباريه بلا جونيس ولا شاب خالد سي اون بيريود سي اون ايبوك سي ان ار يفو دير كو سي ان غون اوسي كوميم il a fait des trucs il faut pas nier il vaut mieux غني كي يهضر صاحبي
سي فري من جهه الغناء ما عندنا ما نقولوا عليه. وشنو لي زانترفيو لو كان يعني عباك يدير لي العرق يدير لي العرق انا كيدير لي زانترفيو. سمولي عبد الله شبحال سمولي ايوه محبون وغاد صاحبك يجيب معاه مهرب زبرك ايه فوالا دونك وي فوكا واش نزيدك والو خلاص دي بروجي بور لو بروشين البوم. Oui, pour l'instant, on a écrit les chansons pour le prochain album. On a déjà écrit des mélodies. Voilà. Il y a le même style ou bien il y aura d'autres changements? Pour l'instant, c'est tout ce qui est Rajamzian. Pour l'instant, je ne compte pas. Et des scènes? Pas de scènes prévues? C'est-à-dire avec deux albums, il y a des matières pour faire quelques scènes. Il y a quelques scènes d'ici. Il y a des dates de Saif et tout. Mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Justement, hommage, s'il vous plaît, Barka, hommage à Kamel Mesoudi, parce que chaque album... Oui, exactement. Vous aimez dire toujours... Exactement. Pourquoi Kamel Mesoudi? Oui, pourquoi c'est chaud? Parce que c'est mon idole. Allah yarhamo yusallih. Voilà, Kamel Mesoudi, les fananin qui m'a vraiment clali, j'ai peur de dire... راحوا نخاف يفو با نقول هكذا باسكو كاين ناس ما عليهمش الضوء اون في ديارهم مخبيين كيما مسعودي بالك اكثر مي كيما مسعودي لا سو جيري الكلمه اللي كان يكتبها كيفاش كان يغني ديجا يغاردي جامي لا كاميرا كي كان يحشم تعرفوا باللي قادر مي دوماج ماشي كاع اللي نحبوهم يبقاو فوالا كو ان شاء الله الله يوفقني ربي على شاك فوا ندير البوم ندير له ريبريز ان شاء الله هذه هي نتمنى لك النجاح يعطيك الصحه رجم زين بروبو دو نجاح كالي لو ستيل كيل فو شونتي باش تربحي الحان وشباب في الجزائر تسقسيني دركا ما على باليش باسكو انا علاش ما ربحتيش انتيا واعره شويه هاتي واعره توجع كون نقول لك علاش شويه توجعك وتوجعكم لا ستيل بارتيكولي باسكو في لي تيلي نو ما عندي حتى معلومه سو ني با سو زونت جو سو زونتون با لو فانكور ولا لي فانكور تاع لي ديفيرونت اديسيون مي في الخارج باغ اكزومبل يقول لك يفو اتر دون اون سيرتين كاتيجوري دو شانسون ولا صابيي دون سيرتين مانيير شانتي ان سيرتين ستيل باش تقدر تربح باسكو لو بوبليك لي بلو ريسبتيف ولا لو جوري ولا فاسي لي ريسيت سون لي ميم اون انفونتري احنا En Algérie, c'est... en Algérie, c'est un cas spécial. باش ما نعممش بالك كي راهم جايين دي بروجي هكذا شغل وانا راني نعمم كوم سي نعرف كلش نو انا اللي تاعي ليكسبيريونس اللي جست بها علاش ما ربحتش Je ne veux pas vraiment le dire parce que sur l'Hanban, sur le Makan. Bah, l'histoire est à la bonne abeille. Ou à la bonne nas qui fait chadrat. Ou à la bonne l'information qui est allée aux nas qui fait qu'on te rabat les votes. On va d'un coup hop, Makash. D'ailleurs, il y avait un système. Bien, à chaque fois qu'on nominé pendant le prime, ça m'a rendu nominé pendant le prime. Il baigne le pourcentage. La seule fois où il m'a dit, c'était la finale. Téana, t'as 2007. C'était la seule fois où il m'a ouvert le pourcentage. Qui est nas qui nous a donné le thème. وكاين مازالهم خدامين للتم وعلى بالهم شكون هما هذاك النهار جاوا لعندي قالوا لي كنتي رابحه بان بورسونتاج يخلع 10 مينوت بان باللي نون كلش راح ما يهمش جو سوي غانيونت الحمد لله لا بروف هاي ليك باسكو هما داروا البورسونتاج طلع على راندي هذاك الوقت انت ما فقتيش باغ كونتخ في ليزيديسيون طوالا على حسب ما سقسيت قالوا لي سي في لا فينال تاع شاك ايديسيون يوريو البورسونتاج شغل دائما يحوس الفم عليا دونك حفروا لك راجا مزيان قالت لك البنت اركب هنا وروح بي 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 تحوس على راجا قبل ما نسمعوا شويه موسيقى باسكو انت فنانه دونك لازم نسمعوا شويه الغناء تاعك شكون اللي بيناتنا احنا لي زوم وفهم ميم لي فام شكون اللي انوش دون توت سانسيريتي هذا ما نقدرش نحقرو سي فغي راه عندي معلومه عليه قبيحه راني كحله ديجا عليه على باز والله لا باسكو هو اللي قال لي مصباح هو يقول لي اسمع ديجا حرقك على فونس نو بور لانستون تو فا بيان ما عناش انانيش درتي واحد الغنيه الكليب تاعك فريمون كي في طابا الى في بوكو بوليميك ثاني في لي ريزو سوسيو اتسيتيرا عندك علاقه اون غولاسيون ديفيسيل مع فيسبوك انت لا بزاف اي بزاف ما يحبوش كاين ما يحبوش الحمد لله جايين باج
j'ai une page, mais je m'en coche Facebook. Les réseaux avec sociaux. Pas, n'goulek sah, il faut dire la vérité, c'est pas une référence. On est d'accord, il y a des gens qui ont vu. Là, c'est un... C'est un moyen quand même, entre deux cas avec ce qu'on les chauffe, les gens qui ont c'est les ados. C'est les ados. Ça, mais tu peux pas convaincre les ados. On t'a dit que les Chinois ou Maroc, Maghreb ou Hadek c'est Hadek qui se fait un plateau et te fait c'est lui qui se fait les chiens Facebook. Ou parce que l'anonymat confère une certaine liberté. Par contre, j'ai une page, alhamdoulilah. Les gens qui ont dit déjà, on a dit les gens qui ne me disent pas, je ne dis pas que j'ai la page. Tenez, partagez. Partagez ou soit il y a pas de problème ou manchera ou intéhbo mais tu mancheras chez Khawdi عندي تعمروا لي تعمروا لي le mur ou le truc je sais même pas comment on appelle ça le mur الحيط je suis pas du tout ça alhamdoulah j'ai un manager qui s'en occupe très très bien الله يبارك شوفوا quelques minutes تاع الكليب تاعك انانيش parce que ضحكنا احنا C'est un clip qui nous a fait beaucoup rire. Bredna chez Qlbna sur YouTube. À propos de YouTube, à propos de Internet et des réseaux sociaux, qu'on a fait système des aides, les Raïjai, Raja Mzian. Ou bien sûr, quelques questions, tu as les des aides, les adhérents à la page Facebook, les fans à la page Facebook, tu système des aides. Le Wul Sofiane Absolu, à propos. Tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as عقلين مم كيكونوا قبح عقلين هكذا شغل دي فوي سبوك هكذا هكذا شغل باش يفرض وجوده باش يفرض وجوده في الساحة هذا ما كان سوفيان أبسولو كي كالكان دو جونتي كي تاتي لسبكتاتر تا سيستم دي زاد قالك لو كان تبدلي المو أناليش فقاقير كسك سافا دوني يا خويا سقسي ولي كي على عمد شوفو نديرو هاد نبدلو المو أناليش فقاقير لبخوشين بروجي داكور شريف بوش لاغم صحيت شريف بوش لاغم صافا ويحيى انت مرقنا لك لا شريف بوش لاغم بونسوار لي ديزاد ما كيستيون بوركوا وي بوركوا لي توس الحنوه شباب كيستيون والله ما على بالي لا صح ولا ما صح ما تبانش في التلفزيون يا راجا بوركوا تا شوازي سو ستيل كي شغل هيب هوب
قال لك علاش لي جوز في الحان وشباب ومن بعد ما جوز في لا تيلي استاذ ديال سورت دو ماليديكسيون تاع هذاك لي جوز في الحان وشباب انا ما جوزتش انا شغل جوزت من بعد ما جوزتش ومن بعد راني جوز في لا تيلي دونك تي سي بون فليتي باسكو جون في با بارتي تي 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 يامن يامن قال لك كوكو راجا جو فوز ان بوكو جادور فوتر ستايل ديفيرون دي زوت كونتينيي كوم سا اي سورتو نيكوتي با لي كريتيك لي ما عندهم حتى معنى باسكو يو ار دو باس سي جونتي ميرسي سي جونتي ميرسي بيغا عقل عقل واعر فينالمون ناري ما تحبوناش مرحبا بكم ما تسبوش برك باسكو دي فون نشوفوها اون فامي نحن نقول لهم ما تسبوناش باسكو ماشي حنا اللي كلينا البلاد Par exemple, parce que finalement, mais d'un autre, c'est vrai. Khaled Ardouane, quand il y a une question pour la Jamzien, je mettrai un style hip-hop ou la R&B acoustique. Je ne sais pas ce que c'est. Hip-hop, R&B acoustique, en arabe, en arabe. Pourquoi pas? قال لك ça marche parce que la voix تاعك techniquement مليحه ان شاء الله voilà pourquoi pas pourquoi pas l'autre Kima Bell قالت لك j'aime beaucoup la dernière chanson تاعك tu es adorable j'aime beaucoup la chanson تاعك ريحه البلاد راح نشوفوها en fin d'émission est-ce que كاش نهار تغني قبيليه c'est une question qui revient toujours pour les chanteurs ان شاء الله يا بي وسمها ديجا Kima Bell Kima Bell وين ان شاء الله كاين ان بروجي ان شاء الله بغنيه بقبيليه ان شاء الله ان شاء الله دانيير كيستيون تاع فرح فيرو عندهم واحد لي بسودونيم شغل لعبك فن كبير سالو سيستم دي زات عجبوني بزاف ميرسي فرح سي بون كانت لحقنا ليه هاد الحس مي رجاء اونكور بلوس اسكو تقدري هذه بالعاني عباك واحد يقول لك نحبك اونكور بلوس وكذا قالت لك انت تحبي بزاف كمال مسعودي الله يرحمه اسكو تقدري تغني لنا اون بيتيت بيتيت اكستري اكابيلا تاع يا حسرة عليك يا الدنيا Oui, c'est avec plaisir. C'est gentil, allez-y. Anna, un goulou, le couple, il y a du bien bizarre. شحال من سلطان كان في دنيا جيوش الارم نعود شحال من سلطان كان في دنيا جيوش الامر وطيعات مالو عز قصور وسرايا العس عليه بالالوفات خف الغفلات قلبت الحياه في ليلته ما صاب ويني بات وكلتي فلان عسلو فاك يا وفلان شمختي له الفتات فلان قلعتي له الدرية وحياته من الفرحة خلات فلنت اللي قمرتو المسكية صعف كي جابت له البنات ولا صحة très beau extrait, très belle confirmation. Bien là, j'aime bien. T'as tourné, tu m'as fait tourner avec les albums, t'as tourné a cappella, dans tout un système des airs. Merci. C'était un très joli moment de douceur avant d'arriver au moment tant attendu et moment brutal de Mohamed Bounouraz Abad. السلام عليكم انا نيش جيسبر راكو بيان السلام عليكم لي ديزات جيسبر راكو بيان كيما شفتوا اليوم معنا رجا مزيان رجا مزيان راح تشارك معنا اليوم في لاكونيك تونت اتوندو اللي هي من سيربح والو لاكونيك اللي هي من سيربح والو تشاركي معنا ونشوفوا الى متمكنه من ناحيه الحان وشباب باسكو اليوم درت لك شويه سبيسيال لي كونديدات الحان وشباب لي شونسون لي كونديدات الحان وشباب معليش رجع رجع صح اللي نعرفهم تخاف كاين اللي ما نعرفهمش احنا نديوك دي شونسون وي جوز لك دي شونسون يعطيك دي باش تكملي لي بارول في لي كومبوزيسيون عندك دو شوا سما خيري وي الله يسلمك نبدا بالاولى عمر بعد خويا كانت امل زان اللي قالت لك نكملوا لا سويت هنا اعطيك الوقت يلزم اولا وحتى شي ما بان ثانيا وحتى رضي المبان وثالثا النوش دار دار به الدبان ثالثا خو رشيد نقاس ثاني مبان ما نعرفهاش لا شونسون عاود لي بارول عاود لي لا سمح هذا هو الفرنسيف راه جاب زعما نو مي اسكو سي دي فري بارول ولا باش كاين 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 وحده فري بارول باسكو انا لا شونسون ما باش ما نكذبش على ربي جو لا كوني با كان هاد لا شونسون تاع امل زين تقول عطيت له وقت يلزم وحتى شي ما بان عطيت له وقت يلزم وحتى رضي المبان عطيت له وقت يلزم النوش ضربه الدبان عطيت له وقت يلزم خو رشيد نكاز ما بان جو بونس راهي تحوس لا ديال ما بان جو فو لا ريبونس اون ايمال اون سون انسون يلزم وحتى شي ما
mauvaise réponse. لازم الجرح يبرى اولا بالدواء، ثانيا بالشمة تاع الخروب، ثالثا بكاطالجين، رابعا بالخوخ. بالدواء بالشمة تاع الخروب كاطالجين الخوخ. كاطالجين يداوي كل كاطالجين. شوف لا ريبونس او ميوزيك. جيت ندير فيها شما ما تقدر تاع الخروب باسكو ما كاش اجابه خاطئه. وزق عليك ما ماتي والو تدو دابور تروحي بلا بدوا. هي لا فري ريبونس تاع شاب خالد. بون هذيك علقنا عليها. شاب خالد بارتيسيپ على حد شباب. وي بارتيسيپ على شباب وحوزوه. ها صح حوزوه الدخله راح قالوا انت ماشي تاعنا. وي جو سافي با جو سافي با موا سي شاب خالد دي تي كانديدا جو فوتري بور لوي باسكو كونت جو رونتر ا لا ميزون شي جو فو دو كاتالجين جو لو تروف لا دي شاب لا نحول بوزيم شوزون. بيت سهران ما جاني منام. اولا حتى الحال بان عليا، ثانيا حتى لي زينيتي خلصوا عليا، ثالثا حتى الاستماره داو عليا، رابعا حتى العهده الرابعه اللي بيا. Maintenant, je pense que c'est l'arabe à Libye. إجابة خاطئة. ما أنا نحييكم أم شاب مامي، نحييكم أم باسكو شفتو في إن بيريود وين إل أفي بوكو دو بروبليم. إي ليزا بيان شيرشي أوسي. وي على كل حال. سوف كو كي كان طالعة به كاع يصفقوا له يروحوا لي كونسيغ تاعو شاب مامي والعظيم مامي ولو برينس وجو سي با كوا. نهار صرا له لو بروبليم كاين ناس تبراو منه جابوه لدي زيميسيون اللي انا حاضره فيهم. ومن بعد تلمو خافوا على روحهم اللي تي هذاك المومون في هذيك لا بيريود قالوا نو حنا جامي شفنا هذيك لا بيريود هما وما عرضوه. دونك نحييه وشكون لا شونسون كنت نتمسخر برك. تري تري بال لا شونسون دو شاب مامي مون مورال ا ترومبلي او ميليو دو لا نوي. هي لا ترادكسيون فرونساز تاع زعزع خاطري في الليل. لا دينيير شونسون بين شونتوز اوسي اللي شاركت في الحنوه شباب. اه وي يا لكوينه بالطيب نكبك بالسلامه. شاسبر عرفتي لا شونتوز ان شاء الله. افكروني برك. تيام بثلاثه ناديه بن يوسف. ناديه بن يوسف. ناديه بن يوسف. قالت لك ناديه مزيان ميما بقي بنتك بالسلامه. اولا سعدها ناداها العز ودلال، سعدها ناداها الوزاره الثقافه، سعدها ناداها وفليكسرها، سعدها قلع لها جاتو فيزا. يا خويا سعدها ناداها العز ودلال سي لا يا خويا سي لا بلو لا شوز لا بلو ما نقدرش نفهمك. لا بلو بال حتى حاجه ما تشبالها لا الوزاره الثقافه. سعدها ما ناداهاش وزاره الثقافه فرازا لا 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 للدلال باسكو سي فاكي. شوفوا لا ريبونس اون ميوزيك مع عمرو مزغيش. يا لوينه بالطيب نكبك بالسلامه، سعدها ناداها للعز والدلامه، خرجيها بيدان سريكي لحمامه، فرشي خطوتها بالفل والغلام. تري بال شونسون كانت ناديه تصفيقه حاره على رجاء مزيان وعلى كاع الفنانين اللي جوزهم فينا محمد بونوغاز وعليك تليفون صفق عليك في لا دانيير فوا. يعطيك الصحه رجاء مزيان راه شاركتي معنا في مسير بون ريبونس. ربحتي الفوتو ديديكاسي تاع عبد الملك سلال نعطوها لك اون ديميسيون.
هو ان البوم تاع موسى، البوم تاع موسى تواتي، البوم تاع موسى من بال، البوم تاع موسى تواتي بعدك ما ربحتي والو. هذا هو البرينسيب تاع الجيم. معليش رابح خاسر خاسر خاسر. تقدر تربحي العيب هذا باك درت ولا الملاحه معنا ربحتي الملاحه انت ليك راجا مزيان يعطيك الصحه ميرسي دات فوني. عندي تري تري موفيز نوفيل، لحقنا نهاية الحصة. لا معلش. صحابك دائما هاد المومون. جاتني البول، جاتني البول. البول توجع فيك، البول كاع توجع فينا البول. مي مازال لو سون دي جور تاع اليوم. لو سون دي جور تاع اليوم اللي هي ريحة البلاد، لو ديرني كليب تاع رجا مزيان. احكي لنا شوية على هالكليب هذايا. كليب هذا كاين في الألبوم. ريحة البلاد تحكي على الغربة بيان سور. فوالا ولي باغول راهم تما تسمى ما كاش حاجه كومبليكي. نسلموا على الناس اللي راهم في الخارج وسي يشوفوا السيستم دي زاد ويشوفونا كاع ولا يتبعوا فينا في لي ريزو سوسيو. ان شاء الله يوليو بسلامه وبالخير، ولا قتلتهم الميزيريه يتميزروا هنا جميعا، يتميزروا معنا خير، يتميزروا حدا. يعطيك الصحه. نشوفوا لو كليب ريحه البلاد اللي هو لو سون دي جور تاع اليوم، ونعاودوا نولوا البلاطو باش نقول لكم بقاو على خير يا ايها الفقاقير. Next.
لا لا au contraire très très belle chanson très surprenant la Jamzienne parce que ça change les clips تاعك un peu énergique mais هذا هو الفنان il est éclectique تاك صحه merci beaucoup merci à vous l'album تاعك هاوليك اسمه مرايتي mon miroir c'est une مليح واحد يشوف روحه في المرايه طون زون طون ها ويكون صريح مع نفسه لحقنا نهايه الحصه على بالي عندك ديديكاس تفضلي يا رجاء مزيان وين على الكاميرا تاعي هذيك هذه تاع عيط لي هكذا كاميرا وومن تاع يوبي نقول ميرسي بوكو لمسيو امير دو بتنا اي سبيسيال ديديكاس غدوا لانيفيرسير تاع ما بيل سور امل نقولها كل عام وانت بخير ميرسي بورتو باسكو هي تخرجني بزاف لالجي اه بيان جويس انيفيرسير بارك انت لي ديديكاس عاش لي ديديكاس دي ورا الكاميرا وشنو يوبي لا هذيك هذيك ديديكاس لبنت خالتي وريضه لا فامي عبادي وخويا دريكم كلشي مبروك عليك الله يسلمك واخي في الخدمه الوطنيه والكتكوته صغيره يعطيكم الصحه لحقنا نهايه الحصه عسى ان المتفرجين ندير لكم ديديكاس ليكم كش نعرف نعسالك انا ديديكاس لكاع لي تيلي سبيكتاتور تاع سيستم دي زاد اون فو زام بوكو خلونا الاقتراحات تاعكم في لاباج فيسبوك باسكو ميم راه ديال ما تحبش فيسبوك مي معليش قولوا لنا بلي حنا شابين بلي حنا هايلين بلي لا تحبوا تسبونا روحوا جهه واحده اخرى صح ديجا ما تسبوناش باسكو والله ما حنا اللي كلينا البلاد كاين لو ديفيزيون تاع ليميسيون على الساعة الثانية ليلا كوم دابيتود غيان نو شونج حنا نتلاقاو غدوة نفس المكان نفس التوقيت افيك دوطخ كرونيكور دوطخ زانفيتي إذا حبيتو ميم إلا ما حبيتوش رانا هنا باسكو دوا سيستام باي باي